الشيخ سعود وسيرته العطرة. هناك فئة من الناس وإن رحلوا عن هذه الحياة إلا أنهم يبقون بالأذهان والعقول، لا يغيبون عن الفكر والبال، وتبقى محاسنهم وأعمالهم الطيبة الخيرة محفورة بالوجود، منحوتة بالصخور لم ولن تنسى. وصدق الشاعر إذ قال: قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. وعند الحديث عن الراحل الشيخ سعود بن زيد رحمه الله، نحتار كثيرا في الوصف ونعجز تماما عن التعبير، وتتداخل السطور والكلمات. الشيخ السادس من ذوي زيد، والذي استلم الإمارة في القبيلة بعد رحيل الشيخ عمر بن الجواع بن محمد بن زيد طيب الله ثرى. الشيخ سعود الشيخ قبيلة السمرة الله يرحمه، شيخ بن شيخ بن شيخ، وكان من المشايخ البارزين في طلحة، والحسامات كثيرة مع الدولة، وخدمة قبيلته كان رجل شجيع وكريم داعي حقيقة من دعاة المشايخ، وكانت كلمته مسموعة ومقدرة عند معازيبه الله يرحمه. والسلام عليكم. الرجل الحكيم الذي عرفه الجميع حازما وصادقا وواضحا في تعامله مع أهله وذويه وجميع المحيطين به، فقد لامسنا بخيره وإحسانه وجوده وكرمه طوال فترة حياته، وقد كان صوته مسموعا لدى قيادتنا وحكامنا وولاة أمرنا حفظهم الله. وقد سطر مع حكامنا مواقف الشرف والعز، وكان سلاحا سليلا في سبيل هذا التراب الغالي. وقد حكى عنه العميد خالد بن باين السميري موقفا جليلا بمعية الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، عندما كان وليا للعهد دخل على مجلسه وقال بكل شموخ: أنا سعود بن زيد أمير قبيلة السمرة من عتيبة، وأنا وقبيلتي جاهزين بالمال والسلاح والنفس للدفاع عن هذا الوطن. فما كان من الملك الراحل إلا أن قال: فلتجلس بجانبي وليس بمكان آخر. سعود بن زيد الله يرحمه دخل على الملك عبد الله يوم كان ولي عهد، هذه قصة أنا واقف عليها ونقلت لي من المرافقين من الزملاء، وأنا يحق أني أفتخر فيها، أدعو لها والشيب الرحمة ولأموات المسلمين جميعا. فكان المجلس هادي يميل إلى الهدوء، الهدوء المطبق على ما يقولون اللغويين. فدخل الله يرحمه وكان لفتة طيبة منه في حضرة الملك عبد الله، الله يسكنه الجنة ويرحمه ويرحم جميع أموات المسلمين. فقال: أنا سعود بن زيد وأنا أمير قبيلة السمرة من عتيبة، حنا حاضرين يا عبد الله بن عبد العزيز بالسلاح والرجال والمال، حنا فدوة لكم. قال: هاتوا خلوا يجي يجلس في جنبي، لا يجلس في مكان ثاني. فهذا إذا كانت، ولأن الموت حق على كل ذي نفس، شاءت حكمته جل وعلا أن يأخذ ذلك الشيخ، فكان رحيله مؤلما وفراقه مرا. فقد كان اليوم 26 من شهر الله المحرم للعام 1427 يوم حزين على كل قبيلة عتيبة بشكل عام واسمرة بشكل خاص، ففيه تلقينا نبأ رحيل ذلك الرجل الطيب، وخيم الحزن على مركز دغيبجة ووراء جثمانه بحضور عدد كبير من المسؤولين وشيوخ القبائل وأبناء جلدته وقبيلته. رحل بعد أن وثق سيرته بأحرف من ذهب في صفحات التاريخ، وبعد أن بلغ صيته البعيد قبل القريب. ونسألك يا ربنا أن ترحمه برحمتك وأن تسكنه الفردوس الأعلى من جنتك.